الله يسعد مساك ابو المجد، كل عام وانت بخير. شوف انا باكلش كثير حلو عشان الرياضه، بس الكنافة على الفحم يعني انا صار لي فتره مش ماكل هاي شيء صح، بس من عند نور المحروم بس. معك نور المحروم من نابلس، 26 سنة. أنا صار لي زمان بفكر بالموضوع، حكيت لأصحابي أكثر من مرة وهيك. طبعاً آخر شيء إجا شاب صاحب إلي اللي هو اسمه منير اللي هو بيشتغل معي بالكنافة، وقال لي خلص هات نفتحها. تم الاتفاق إنه نفتحها هون باب الساعة. أهل نابلس مشهورين بالكنافة ونفسهم طيبة على الكنافة بالأخص. طيب بقول لك الزلمة طيبة يعني هذا الزلمة جاي لنا بجوز من طول كرم إجا ياكل كنافة. رمضان أجواء حلوة كتير خص نص في نابلس، يعني أجواء غير لما العائلات، يعني صور كيف الناس العائلات ترتاح تنبسط. طبعا شهر فضيل إنه برضه نعبد الله فيه. قلب لك الكنافة، طلع الجبنة كيف؟ بالصلاة على النبي يابا. تعال شوف، تعال. يسلم ويسلم على الديافة، جد إيش بجهز. بتنورونا. حبيب قلبي يا حاج. نهاري كتير حلو بوجود الناس اللي شفناهم الطيبين المحترمين الأطفال اللي إجوا وانبسطوا. هذا الاشي اكيد بصر القلب، يعني بتمنى انا انه كل اسير يكون موجود بيننا، وبقول كل اسير بروح ان شاء الله بيجي وبطعميه كنافه من عندك.